مع البولة طلت. كان السؤال: ما هو عملة السودان؟ عملة السودان الجنيه السوداني. نشوف بقى معانا إن شاء الله مين الفايز. وعايزين منكم يا جماعة لما تبعتوا لنا اس ام اس لو سمحتوا تكتبوا لنا اسمكم بالكامل، عشان في ساعات ناس ما بتكتبش اسمها. يعني يا سلام، واحدة ست المرة دي أو بنوتة. الفايزة معانا إسراء هشام عبد الراضي. كوسة. إسراء هشام عبد الراضي، مبروك وألف مبروك يا إسراء. الورقة أهي معايا يا أستاذ مجدي، مش هرميها عشان فيها تليفون إسراء وما ينفعش أقول تليفون. نعم يا فندم، الله يخليك، الله يخليهم لك.